ساعات بكره نفسي وببقى جاي يعني وحابب ان انا ما اطلعش يعني عشان ما اضايقش حد من الناس. يعني ساعات ما بتحبش الاخبار يعني المش كويسه، بس هعمل ايه؟ هو يعني انا نصيبي كده، بس قريب جدا هتخلصوا مني، يعني قريب قوي ان شاء الله، يا يعني ربنا يكرم يعني. انما مش قادر اتخيل، يعني في حاجات بتخيلها وفي حاجات ما بتخيلهاش. في حاجات في الدولة إمكانيات وصعبة وما نقدرش وما نعرفش، إنما أنا خلاص مش قادر أستحمل إنه وسط البلد في محافظة كبيرة يغرق مية تدفع فيه المجال. يعني معلش أنا آسف، مع احترامي يعني لكل الناس، ما خلاص بقى الحاجات دي مش قادر أستحملها تاني، يعني مش عايز تاني خلاص من الكلام ده. يعني امكانياتنا واصل احنا في الخطه، ما يعني ما اعرفش، انا تعبت حقيقي، تعبت والله. يعني الحاجات دي ما بستقبلهاش، الحاجات دي ما بحسش ان في القرن ال21 وانت بتتكلم بقى انك طالع القمر والنانو والفيمتو والمش عارف ايه، وانت عندك بلد محافظه اسكندريه النهارده غرقت يعني كان المراكب طلعت من البحر ومشيت في الشوارع، شيء لا يصدقه عقل. انا عارف السبب ايه، اصله كان مش عارف ايه، اصل الماسورة ازاي، اصله ده حكم مبارك، اصل ده كل ده انا عارفه، بس بصراحة انا كبني ادم مش قادر استحمل ده، مش قادر استحمل ان البيزكس اللي هي الاساسيات اللي في الحياة مش عارفين نعملها، يعني مش قادرين نمانج او ان احنا نسيطر على حاجة زي دي. تيجي تتكلم يقول لك اصله ما اصله المحافظ قال مش عارف ايه، واصل دي الموظف ده مش عارف ايه، والراجل ده عمل امبارح ايه، واحنا ما حصلش لسه النوة مثلا الكبيره، ما حصلش الحدوته الجامده اللي هي تعمل الغرقان ده. لقيت ناس النهارده كاتبين يقول لك ايه، يقول لك اصل دي مؤامره معموله على المحافظ عشان يمشي. طب ايه المؤامره يعني؟ البلد تغرق يعني؟ حد عايز يعمل مؤامره على المحافظ عشان يمشي في التغييرات اللي جاية نقوم البلد تغرق؟ يا جماعة في أشياء نقدر نتحملها. الناس النهاردة المية اتقطعت عندها على كلهم، اسكندرية مش مثلا في محافظة نائية ولا اسكندرية، الاسكندرانية النهاردة بيتكلموا نفسهم، الناس حتى مش مصدقة حاجة ما حصلتش قبل كده، يعني شيء لم يحدث قبل كده. معلش بالعقل كده، الكلام ده حصل ازاي؟ يعني هل هو حصل فجأة؟ هل مثلا المواسير كانت سليمة والمجاري عظيمة وكل شيء كان جميل وفجأة حصل كده؟ أكيد في حاجة غلط، أكيد في حد كان مقصر. طبعا مين مقصر ده موضوع بقى، يعني نبقى نعمل، أكيد هنعمل لجنة. إنما أنا خلاص ما بقتش استحمل إنه يجيلك مجاري تطفح في وسط البلد، ما بقتش استحمل انه زباله ما تتشالش من وسط البلد. معلش ما تزعلوش مني تقول له يعني هي الاحياء مثلا الفقيره او لا، ما انا فاهم يعني الاحياء الفقيره دي ما حدش بيعرف يوصل لها، الاعتمادات بتاعتها، المحلات، ادي المنظر. ايه ده؟ ايه ده؟ ده احنا بقينا في فينيسيا، بقت المدينه العائمه. ايه ده؟ مراكب يا جماعة، أشياء لا يمكن تخيلها، لا يمكن تخيلها أبدا. هتحاسب مين بقى؟ يعني مين المسؤول عن الكلام ده؟ هتعدي ولا بس؟ طب يا عم ما تقف جنبنا على ما المية ترجع، خليك إيجابي. إيجابي إزاي؟ إيجابي إزاي يا جماعة؟ حاجة تزهق، حاجة تحزنك على نفسك. إيه اللي حصل؟ إزاي ده يحصل في القرن ال21؟ هو ليه احنا بس؟ ما حدش يقول لي ما تقارناش لا دبي ولا بتاع. انا عايز اعرف الصومال، عايز اعرف نيجيريا، عايز اعرف كينيا، اخبارها ايه؟ بيجرى لهم كده؟ في حد بيجرى؟ ايه ده؟ مجاري؟ ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ ايه الترهل ده؟ ايه الفشل ده؟ ازاي نوصل للمرحلة دي؟ بلد تغرق، مش شارع ولا اتنين ولا تلاتة، دي احياء.
جماعة؟ ازاي يا جماعة وصلنا للوضع ده؟ حد يقول لنا ايه السبب؟ حد يقول لنا ايه المسؤول؟ مين اللي هيتحاسب؟ رئيس الوزراء هيحاسب مين؟ محافظ مسؤول؟ طبعا مسؤول. محافظ طبعا مسؤول. المياه والمرافق ووزير اسكان طبعا مسؤول. ايه ده؟ ده سوق خالد بن الوليد اللي عارف اسكندريه كويس. اكبر كثافه سكانيه في اسكندريه. اخر البحر. ايه ده؟ ايه ده؟ دي مش مطر، دي مجاري. عارفين لو مطر اهو بيحصل بره. دنيا تفيض ويفيض النهر وفي مشكلة، دي مجاري ضربة يا ناس. ايه ده؟ مين هيتحاسب؟ اوعوا تفتكروا ان الموضوع ده هيعدي كده. اوعوا تفتكروا ان هي المية، مش بقصد هيعدي كده، ما حدش طبعا ما حدش هيتحاسب. ولا حد هيقول حاجة، ولا حد هيفتح بقه. وان شاء الله كل المحلات اللي باظت دي، الناس اللي ارزاقها باظت دي النهاردة. ايه ده؟ ازاي احنا لغاية دلوقتي بيجرى فينا كده؟ ويقول لك ايه ارجوك بقى لو سمحت، لو سمحت. طب ما انت لو قاعد في الخالة النهاردة ما كنتش هتقول لي ارجوك لو سمحت. لو قاعد في المجاري وفي الدبان وفي الناموس مش هتقول لي لو سمحت. اي واحد من اهل اسكندريه النهارده مش هيقول لي لو سمحت. ازاي يا جماعه الكلام ده بيجرى؟ ازاي يا جماعه؟ يا اللي عايزين السياحه، يا اللي عايزين الاستثمار، يا اللي عايزين التقدم، ازاي الكلام ده بيحصل؟ ويرجع تاني يقول لك ايه؟ لا 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 لا، الحوار ده بقى ما عادش ينفع، خليك بناء. بناء اعمل ايه؟ اروح اخد جردل واقعد معاهم؟